قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وأوضحت بلومبرج أن هذا التراجع يعكس القدرة على المضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى. وأشارت الشبكة إلى أن هذا الانخفاض يعكس التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك. واعتبرت بلومبرج أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر الإنجازات منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي وطني مدعوما من صندوق النقد الدولي في عام 2016. ولمزيد من المتابعة مشاهدينا ضبط لنا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار. رحب بك دكتور معنا. أهلا وسهلا فندم، كل سنة وانتم طيب. وحضرتك بخير. يعني دكتور في البداية، ما هي دلالة هذا المؤشر بانخفاض معدل التضخم في مصر أدنى مستوياته خلال 9 سنوات الماضية؟ احنا طبعا نعلم جيدا ان وكالة بلومبرج من اكبر الوكالات الأجنبية، تحرص دايما ان هي ترصد كل المؤشرات الاقتصادية للعديد من الدول، والخاص الدول اللي هي لها من البرامج الاقتصادية او تتعاون مع المؤسسات الدولية، وبتقدم بعض من دايما اللي هي التقارير للصناديق وللمستثمرين والوكالات الأجنبية، وطبعا لان هم بيحرص على الشأن الاقتصادي. نعم، لما بلومبرج النهاردة بتبرز خبر ان في مؤشر التضخم او ما بيسمى القوة الشرائية للعملة النهاردة في ادنى مستوياته في 9 سنين، ده شيء ايجابي كبير جدا. ده طبعا نتيجة ما صححناه في البرنامج للصحة الاقتصادي. نعلم جيدا ان حضرتك تتذكري اللي هو كان من 3 سنين وكان تم تحرير سعر الصرف، كانت مصر حريصة ان هي لازم تكون عندها ارتفاع في معدل الفايدة، وصلنا ل 20% عشان يتم حاجة اسمها تحجيم السيولة. نعم، اللي هي الفلوس اللي كانت في السوق. طبعا ده كان ادى لارتفاع التضخم ل 35%، يمكن تتذكروا هذا الامر. الحمد لله بعلاج، او كانت نتيجة التصحيح بقى، ان انخفضت سعر الفايدة وايضا انخفض التضخم، وصل لادنى مستوى ليه. وطبعا ان شاء الله الخميس القادم لجنة السياسات النقدية اللي هي في البنك المركزي هتنعقد المؤشرات، او انا بميل ان هيكون في تخفيض تاني لسعر الفايدة من البنك المركزي، ودي المرة اللي قبل النهاية في عام 2019. نعم، يعني انت تتحدث دكتور مصطفى عن مزيد من الخطوات لانخفاض هذا المعدل من التضخم، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها او اتخاذها خلال الفترة القادمة في اطار الاصلاح الاقتصادي؟ هو طبعا زي ما بقول لحضرتك كده، مثل قادم ان شاء الله هيتم تخفيض سعر الفايده، فده هيشجع الناس على الاستثمار اكتر. وطبعا احنا نعلم جيدا ان الدوله دلوقتي بتحرص، وكل الـ يعني المجموعه الاقتصاديه، ان تدفع مؤشرات الاستثمار افضل. علشان كده التوقع الكبير ان يكون في تخفيض لسعر الفايده ان شاء الله الخميس القادم، ده هيكون من ابرز الامور ان نتيجه الاصلاح الاقتصادي ابتدينا بقى نتراجع لادنى مستويات للانخفاض في سعر الفايده، هيكون فيها مقابلها او ابرازا كمان ان التضخم طالما بيتراجع هيكون نتيجته ان الفايده كمان تتراجع. ان شاء الله مؤشرات الاستثمار تزيد، ومؤشرات التوجه للاستثمار الصناعي اعتقد زي ما الرئيس وجه ان تكون الفتره القادمه هو ازاي ندفع حجم التصنيع في مصر. نعم، بديلا للاستيراد. دي من اهم الامور بالنسبه لنا في برنامج الصحه الاقتصاديه. دكتور مصطفى، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عمل على نوع من اقامه العديد من المشاريع وفتح العديد من المصانع، كيف من وجهه نظرك تساهم هذه المشاريع في تحسين الاقتصاد المصري؟ شوف يا فندم، ده من اهم الاسئله وانا بشكر حضرتك عليه، لان احنا لازم نعرف جيدا ان اي مقومات لدوله لازم يكون عندها قواعد للصناعة ترسخ عملية النمو. يعني إيه؟ يعني بمنتهى البساطة، أي دولة النهاردة بتحتاج أن يكون عندها فائض من الكهرباء، مش اكتفاء ذاتي. ده زي ما حدث في مصر النهاردة، مصر عندها الحمد لله فائض من الكهرباء نقدر نصدره، ودي بقت سلعة. لما حضرتك مصر هتصدر الكهرباء هتحصل منها على عملة أجنبية. الحمد لله بقى عندنا النهاردة جزء كبير جدا من شبكة الطرق تقدر تقوم عليها حجم تجارة، بان احنا بناخد مثلا، انا بدي لحضراتكم مثل، المحاصيل الزراعيه نقدر نوصلها للمواني، من المواني تقدر نتصدر بره نحصل على خدمه. طب ده بناء على ايه؟ على 1.5 مليون صوبه زراعيه اللي الدوله قامت بيهم. ده يا فندم بنسميه احنا الامن القومي الاستراتيجي، اللي مقومات الاقتصاد
الاقتصاد. النهارده لما يكون عندك تطوير في حوالي 10 مواني بتربط البحر الاحمر والبحر المتوسط بجنوب اوروبا بجنوب القاره الافريقيه، ده بيساعد على التنميه. لما النهارده عندنا اكتشافات في الغاز، دي مشروعات قوميه بتعمل حركه نهضه تنميه، بتعمل ترسيخ لاستراتيجيه التصنيع. نعم. استراتيجيه للاقتصاد، دي بتبقى يعني رؤيه بعيده المدى، والحمد لله ان احنا بنسير فيها خطى طيبه يعني. نعم، وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك.